هذا وكانت ميليشيا الحوثي قد شنت هجوما بالسلاح الثقيل على قرية خبزة تابعة لمديرية القريشية في قيفة رداع بمحافظة البيضاء. وأفاد مصدر محلي أن ميليشيا الحوثي قصفت باستخدام دبابة قرية خبزة بعد أسبوع من فرضها حصار خانق على القرية. وأوضح المصدر أن الحصار والهجوم الحوثي على قرية خبزة جاء بسبب مقتل 3 من عناصر الميليشيا قبل أسبوع في نقطة جبل الثعالب في المنطقة دون معرفة أسباب ودوافع الحادثة وهوية مرتكبيها. وأضاف أن ميليشيا الحوثي تحشد منذ أسبوع لاقتحام القرية بعد محاصرة أهاليها من الدخول والخروج من وإلى القرية. وقال المصدر إن الحصار الحوثي تسبب بوفاة امرأة وطفل من أهالي القرية جراء مرضهما وعدم توفر العلاج اللازم والعناية الطبية لهما جراء الحصار. وأشار إلى محاولة عدد من مشايخ ورجال القبائل لاحتواء الموقف، إلا أن جهود الوساطة فشلت. وبين المصدر أن ميليشيا الحوثي حاولت التقدم لاقتحام القرية معززة بالمصفحات العسكرية وعدد من الأطقم بالتزامن مع قصف ثقيل من إحدى الدبابات الحوثية. وبحسب المصدر فإن عدد من الأهالي منعوا عناصر ميليشيا الحوثي من اقتحام قريتهم واستولوا على أطقم تابعة للحوثيين. وذكر المصدر أن مواجهات تدور حاليا بين الطرفين في أطراف القرية وسط سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. ورجح سقوط ضحايا من المدنيين جراء استمرار القصف المدفعي الحوثي على القرية. ميدانيا أيضا ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران 97 خرقا للهدنة الأممية خلال 24 ساعة الماضية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب. وفقا للمركز العالمي للقوات المسلحة فقد توزعت الخروقات بين 34 خرقا في محور حيس جنوب الحديدة، 21 خرقا في جبهات محافظة حجة، و14 خرقا في جبهات محور تعز، و13 خرقا في محور البرح غرب تعز، و8 خروقات جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و3 خروقات شمال بل شرق حزم الجوف، وخرقان في جبهات صعدة، وخرقان في جبهة موريس بمحور الضالع. وتنوعت الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيرة، ونتج عنها جرح 5 من أبطال الجيش الوطني، إضافة إلى عمليات استحداث مواقع ومرابض عيارات ومتارس وشق طرقات فرعية ونشر طائرات استطلاعية مسيرة في مختلف الجبهات.